إذاعة سلطنة عمان تقدم في رمضان. تتحول البيوت إلى جنان، تفوح منها طبائع جديدة جميلة. في رمضان نتحول إلى واحة وارفة المعرفة، متجددة المعاني. نكون محطة استراحة، نكون واحة للصائمين، نتفيأ ظلالها، نقتطف من حكمها وأقوالها، نختار من الكلام أعذبه، ومن الشعر أطربه، ومن الحكم أنفسها، ومن الحكايا أصدقها. واحة الصائمين، واحة الصائمين. الإعداد أحمد بن سعيد الأزكي، التقديم رشا البلوشية وأحمد الكلبان، إخراج علي بن عبد الله العجمي. واحة الصائمين. أيها الصائمون الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، لقاء واحتكم، واحة الصائمين. هلال هل من غيب الستائر، رنت من نور طلته البشائر. أتى شهر التبتل يا أمية، فجد العزم إن العمر زائر. أتى شهر التهجد ليت شعري، وفي الأسحار قلب الحر سائر. يطيل الذكر في الخلوات يتلو، كتاب الله نورا للبصائر. يتوق لرحمة كالغيث تدنو، وتغسل كل هم في السرائر. لرب العرش تسبيحي وصومي، وليل الصوم ياقوت الذخائر. أتى الشهر الفضيل فلا ترقه، بلغو في الفضاءات البوائر. وحلق في سماء النور تنجو، وتمسي في جنان الخلد طائر. أتاك الغوث من جدب وتيه، وشرع الله يشفي كل حائر. فحمدا للكريم بكل لحظ، له العتبى وإخلاص الشعائر. وصلى الله في صبح وليل على المختار مصداق البشائر. يا رب يا عالي، أدعيك في شهر كريم، أنت العالم حالي، وانت اللي تفك الضيق. يا رب يا عالي، أدعيك في شهر كريم، أنت العالم حالي، وانت اللي تفك الضيق. رمضان كريم. أيها الصائمون الكرام، هل تعلمون أنكم محظوظون لأنكم صائمون؟ لا شك أن البعض يعرف أنه محظوظ بصومه، لما للصوم من فوائد كثيرة دينية وتربوية وأخلاقية ومادية ونفسية. نعم، فأنت قد أوجزت ما أردت أن أقوله، ولكنني سأختزل الآن قولي في الفائدة النفسية من الصوم. تفضل، فأنا والمستمعون الكرام نصغي إليك. من الثابت أن للصوم فوائده النفسية، من تدريب للنفس لكبح الشهوات
والارتقاء بالذات وإشباعها معنوياً. ويشعر الصائم بالراحة النفسية ويميل إلى المحافظة على الضوابط السلوكية الحسنة، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع. طبعاً، وتنتشر روح التسامح والمشاركة والطمأنينة. في الصيام يتمكن المسلم من ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وإسعادها وفلاحها في العاجل والآجل، حتى يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. تقبل الله صيامكم. وقفات إيمانية مع السلف الصالح. أيها الصائمون الكرام، قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وإذا أنا برجل يقول آه فأشار إلي ابن عمي أن أنطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك، فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول آه فأشار هشام أن أنطلق، فجئته فإذا هو قد مات، فعدت إلى هشام فإذا هو قد مات أيضا، فعدت إلى ابن عمي فإذا هو مات. وقفات في واحة الإمام الشافعي. قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب، وفي أي ثواب ترغب، ومن أي عقاب ترهب، وأي عافية تشكر، وأي بلاء تذكر، فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك. وقال رحمه الله في وصف الدنيا: الدنيا خفض منزلة ودار مذلة، عمرانها إلى خراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر، شملها على الفراق موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إعسار والإعسار فيها يسار، فافزع إلى الله وارض برزق الله، لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك، فإن عيشك فيء زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وأقصر من أملك. رمضان هذا اليوم. الثالث من شهر الصيام. أصدقاؤنا، في الثالث من رمضان من السنة الثانية للهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة على رأس جيش من المسلمين قاصداً موقع بدر، استعداداً للمعركة الفاصلة مع مشركي قريش. وفي الثالث من شهر رمضان سنة 11 للهجرة، توفيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ودفنت بالبقيع ليلاً، وكان ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. في الثالث من شهر رمضان سنة 586 للهجرة، اشتداد حصار الصليبيين حول مدينة عكا، وقد حاولوا اقتحامها لكنهم فشلوا.
أيها الصائمون، تسحروا فإن في السحور بركة. أصدقاء واحة الصائمين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حديث متفق عليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: البركة في السحور تحصل بجهات متعددة: اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. أما الإمام النووي فقد قال: وأما البركة التي فيها فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار، وربما توضأ صاحبه وصلى، أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر. على أي حال أيها الصائمون، نقول لكم: تسحروا فإن في السحور بركة. من حكم الحياة في شهر الصيام: عزيزي الصائم، إذا نصحت أحداً بترك معصية كان رده: أكثر الناس يفعلون ذلك، لست وحدي. وإذا نصحت الفتاة أو الشاب أو الكبار في أي شيء ردوا بقولهم: أكثر الناس يفعلون ذلك. لو بحثت عن كلمة أكثر الناس في القرآن الكريم لوجدت بعدها: لا يعلمون، لا يشكرون، لا يؤمنون. أيها الأصدقاء، أقل مراتب العلم ما تعلمه الإنسان من الكتب والأساتذة، وأعظمها ما تعلمه من تجاربه الشخصية في الأشياء والناس. لا شيء أصعب من الهزيمة إلا الخذلان، فالهزيمة يوقعها بين الأعداء، أما الخذلان فيوقعه بين الأصدقاء. كل شيء يأتي بالسعي إلا النصيب، فهو الشيء الوحيد الذي يسعى إليك. ما يتعلمه الإنسان في 10 أيام من الألم يفوق ما يتعلمه في 10 سنوات من السعادة. عزيزي الصائم، قبل الختام نقول لك ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن الكريم، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب. إلى اللقاء. هي خلايا النور قد انبعثت من واحة الصائمين إلى قلوب العابدين لتستقر آمنة مطمئنة.
الصائمين. مع تحيات أحمد الكلباني ورشا البلوشية، أحمد بن سعيد الأسكي وعلي بن عبد الله العجمي. واحد الصائمين.